أمنيا دائما وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لا سيما الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للإدراك الوطني بتوغرت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. العملية أسفرت عن حجز 52810 كبسولات نوع بريكابالين 300 غرام مخبأة بأحكام داخل مخبأ مهيأ خصيصا للتهريب، مع توقيف شخص وسبعة آخرين في حالة فرار تم تحديد هويتهم، وحجز مركبتين تستعمل في الجريمة. الشبكة تنشط عبر عدة ولايات منها وادسوف، ورقلة، توغرت، خنشلة، عنابة، الجزائر العاصمة وولاية وهران، وليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وإنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وحالتهم أمام القطب الجزائي المختص بوركلا. في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لا سيما الاتجار الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوغرت خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. العملية جاءت على إثر الانتشار المحكم لعناصرنا من خلال غلق جميع المنافذ ومحاور الطرقات المتخذة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية، حيث مكنت فطنة وإيقاظة عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنقر بعد عملية تفتيش دقيق لأحد المركبات من حجز 52810 كبسولة نوع بريكابالين 300 ميلي جرام مخبأة بإحكام داخل مخبأ مهيأ خصيصا للتهريب، مع توقيف شخص وسبعة آخرين في حالة فرار تم تحديد هويتهم، وحجز مركبتين تستعمل في الجريمة. الشبكة تنشط عبر عدة ولايات وهي واد سوف، ورقلة، توغرت، خنشلة، عنابة، الجزائر العاصمة ووهران، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وإنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وإحالتهم أمام القطب الجزائي المختص بورقلة.